شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لأحد تشكيلات المشاه الميكانيكي بالجيش الثاني الميداني بعد تطويره وتسليحه وفقاً لأحدث النظم القتالية. واستمع القائد العام لعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للأسلحة والمعدات المشاركة بعد تطويرها ورفع كفاءتها القتالية لتنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف. وقام الفريق أول صدقي صبحي بالمرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، والتي تؤكد أن القوات المسلحة تسير نحو التطوير والتحديث لمجابهة كافة التحديات التي قد تواجه أمن مصر القومي. كما ناقش الفريق أول صدقي صبحي عددا من الضباط والجنود المشاركين بالتفتيش في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية مواجهة المواقف الطارئة التي يمكن حدوثها. وفي نهاية التفتيش شدد الفريق أول صدقي صبحي على أهمية الحفاظ على ما تملكه القوات المسلحة من أسلحة ومعدات وتعظيم الاستفادة منها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. هذا التفتيش جاي في مناسبة سعيدة جدا على كل المصريين وقوات المسلحة المصرية، وهي الاحتفال بذكرى 34 لاستعادة سيناء. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وكل القوات المسلحة طيبة، وكل الشعب المصري كله طيب، والسيد القائد الأعلى للقوات المسلحة طيب، وكل مؤسسة الدولة طيبة. القوات المسلحة العظيمة القوية الوطنية ديت بتحمي الدولة وتقف خلف القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقف وراء جميع مؤسسات الدولة، وتقف خلف الشعب المصري. محدش يزايد أبدا على قوات المسلحة المصرية في أي وقت من الأوقات. بهذه المناسبة العظيمة أنا بقول للشعب المصري أنه قوات المسلحة لن تتخلى أبدا عن دورها في تنفيذ خطة التنمية التي أمر بها القائد الأعلى أيضا، أنها تعلم دورها كويس جدا في كل وقت من الأوقات. سنعمل جاهدين الفترة الجاية على توفير السلع الأساسية الغذائية وغيرها للمواطن المصري بالسعر الذي يتناسب مع المرحلة اللي احنا فيها. وان شاء الله الفترة اللي احنا فيها دي سيشهد الشعب المصري ان شاء الله كيف ستقف القوات المسلحة بالتعاون مع الحكومة المصرية في ان هي توفر السلع ان شاء الله كما امر السيد القائد على القوات المسلحة. وانا بالمناسبة السعيدة ديت بوجه شكري وتقديري لكل من كان وراء العمل الدؤوب في هذه الفرقة للوصول بها لهذا المستوى العالي. بمناسبة 25 إبريل بقول لحضراتكم جميعا وبقول لقوات المسلحة المصرية، وزي ما قلت قبل كده بوجه تهنئتي للقائد الأعلى لقوات المسلحة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة، ولكل مؤسسات الدولة ولكل الشعب المصري العظيم الذي يقف صف واحد خلف قائده، خلف مؤسسات دولته، يد واحدة على قلب رجل واحد، عشان ان شاء الله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى يجعل مصر احسن دولة في العالم، يجعل مصر زي ما رسول عليه الصلاة والسلام قال خير اجناد الارض، وزي ما مولى عز وجل قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. وكان الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد حضر إحدى المراحل للوقوف على مستوى الاستعداد القتالي والجاهزية لكافة العناصر المشاركة. حضر إجراءات التفتيش الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.